السلام عليكم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المفراكة من أدوات المطبخ السوداني الأساسية، محلية الصنع، مصنوعة من مادة الخشب وفي بعض الأحيان من مادة الألومنيوم. بتجي بشكل حرف تي، بتجي أشكال ومقاسات مختلفة، بنستخدمها لتحريك وهرس الطعام. زي ما قلت لكم بتجي أشكال مختلفة ومقاسات مختلفة على حسب نوع الطعام اللي احنا عايزين نعده. إذا عايزين نعمل عصيدة فبنستخدم المقاس الأكبر ويسمى بالمصوات، وإذا عايزين نعمل طبيخ مقاس أقل، وأقل مقاس بنستخدمه لعمل النشا. وبس بنستخدم الراس بيكون لأسفل، بديل لها المفرك الكهربائي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك والشير. جزاكم الله خير.